جه دلوقتي ميعادنا معاكم مع تقرير البست سيلر. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا كمان بنهتم جدا بالكتب الاكثر مبيعا او الكتب اللي قدرت انها تحقق مبيعات خلال الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف مع بعض ايه الكتب الاكثر مبيعا او تقرير عن البست سيلر ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع، وذلك وفقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تصدرت رواية تنذكر متن عاد للكاتبة ميرنا الهلباوي المبيعات هذا الأسبوع، ورواية من نوعية الروايات العربية، وصدرت في الأسواق أغسطس 2022. وفي المركز الثاني جاء كتاب فرحتي للكاتبة يمنى سمير، وذلك رغم صدوره عام 2019. أما المركز الثالث فكان من نصيب رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف عشماوي، ويطرح خلالها الكاتب مجموعة من التساؤلات حول قيمة الحقيقة. وفي المركز الرابع جاء كتاب مذكرات رؤوف غبور خبرات ووصايا، وتدور المذكرات عن رحلة صعود ورحلة كفاح رجل الأعمال رؤوف غبور.